السلام عليكم الخوت، صافا كلشي مزيان؟ مرحبا بكم الخوت في البروغرام ديالنا الجديد، 30 يوم ديال لونطريمون ما كايناش الراحه. معكم خوكم امين في هذا البروغرام الجديد. الا حضرتي معايا اللايف اللي درت هذه شي يومين، هذيك درت لكم اللايف شرحت لكم البروغرام شنو غيكون فيه شنو ما غيكونش فيه. دابا غنعاود نعطيك واحد النظره خفيفه شنو هو البروغرام ديال واحد البروغرام غتكون فيه 30 يوم. لا درتي معنا البروغرام اللي درنا في شهر 3 مزيان، ما درتيش معنا ها انت غتستافد معنا في هذا البروغرام هذا. ان شاء الله البروغرام غيكون شهرين ونص، 30 حصه كل سيمانه غادي نديروا ثلاثه الحصات، كل حصه غتشدنا ما بين 30 دقيقه و 35 دقيقه. يعني لونطريمون تقريبا فاش تكون خدام الخدمه مزيان غتعطيها واحد القتله ديال واحد 20 دقيقه، غتحبس فيها غير 3 دقائق ترتاح وشي الاخر غتخدموا نيشان. البدايه غنديروا واحد شويه تسخينات واحد 3 دقائق وغنساليو بواحد شويه لي زاردو وغادي نزيدو عليها واحد شويه ستريتشين، لان في الحصه اللي دازت لك في البروغرام اللي كنا دايرنا شحال هادي ما كناش كنديرو ستريتشين، يعني ما كناش كنجبدو باعضاء، ما كناش كنجبدو المصل ديالنا لان كنا غادي مجهدين معلم. واي سو ان شاء الله اليوم غادي نخدمو البروغرام تقريبا كامل غيكون نفس الطريقه. غادي نديرو ثلاثه الجولات، يعني اي خدمه غادي نديروها غنديرو ثلاثه الجولات. سو غنحاولو نختارو خمسه اكسرسايز خمسه تمارين وغادي نديرهم ثلاثه الجولات ثلاثه المرات. كل اكسرسايز غنديروها 45 ثانيه، كل اكسرسايز غنديروها 45 ثانيه. ما بين الاكسرسايز والاكسرسايز الثانيه خصنا عندنا 15 ثانيه باش نغيرو، يعني باش ما يهربش عندنا الوقت، لان نخدمو كرونو التايم غتخدم يعني نص ساعه، كنقول لك نص ساعه ديال الخدمه ما غتحبش. سو غنديروا الخدمه الاولى 45 ثانيه، مورا 15 ثانيه 45 ثانيه 15 ثانيه 45 ثانيه، غندوزو خمسه د الاكسرسايز هذه جوله واحده، جوله واحده غنرتاحوا دقيقه المكانه وغنرجعوا عاوتاني للخدمه. كذلك نفس الخدمه كما هي غادي نديروها. اول حركه غادي نديروها الخوت غتكون هي باور جاكس. باور جاكس كما تشوفوا معايا هنا كتهبط مزيان، حاول ما تزيرش راسك، كتهبط وتطلع تهبط وتطلع، كل ما كتحرج وكتجلس كل ما مزيان. ثاني حاجه الخوت غادي نديروها اللي هي رايز ليج، يعني غتهز الرجل الفوق وغتبقى تحطها وتطلع تقيسها، غتهز الرجل الفوق تطلع تقيسها وترجع بلاصه، تهز الرجل الفوق تقيسها وترجع بلاصه. ما قدرتيش تقيسها خليك معايا، غير تبع معايا بوحده بوحده، انا غنقول لك الا كان عندك مشكل في الظهر في الكتاف كنتي كتعيا مبتدئ قديم اي حاجه غنعطيك الشرح ديالها في هذا الفيديو وانا خدام. يعني انا فاش كنكون كنتريني كندير بحساب الناس اللي مراض، الناس اللي ما تقدرش تحرك، دري صغير بنت كبيره، داكشي علاش كل مره في الفيديو غتلقاني كنهضر وكنقول لك شنو دير انت الا كنتي ما تقدرش دير واحد الحاجه، لان هادشي كامل دوزتو 17 عام وانا كندوزو، يعني عندي لك لونطريمو ديالك انت كما كان لاج ديالك كما كان العمر ديالك. سو الخوت قلنا الحركه الثانيه غتكون هي نهز رجلي الفوق، نهز رجلي الفوق نطلع نقيسها، نهز رجلي الفوق نطلع نقيسها كما كتشوفوا معايا هنا في الفيديو. الحركه الثالثه غتكون مع غتكون الخوت هي نديرو نخدمو على السكوات، ولكن كنخدم برجل وحده كما كتشوفوا معايا هنا، كنخدم برجل وحده، رجل وحده اللي خدامه غادي نساليوها 45 ثانيه غنديرو زوج رجل اليمنيه بنفس الطريقه. اوكي الحركه رقم 4 اللي هي بوش ابس، اما دير بوش ابس مزيان ولا ما كنتيش تقدر بوش ابس خليك معايا انا غادي نوريك كيفاش دير بوش اب تحط ركبتك، يعني غتبع معايا بوش اب بالطريقه هذه. ما قدرتيش غادي نوريك الطريقه كيفاش دير ركبتك وتحطها. الحركه رقم 5 واللي هي الحركه الاخيره باربيز، اللي كنتي كتخدم معايا وكتريني معايا دابا من بديت هاد الشانل هذه تقريبا شي 5 شهور ولا 6 شهور غتعرفني انا كاع لونطريمو ديالي باربيز وبوش ابس ديما عندي، يعني عندنا بحال كنقولوا بحال الفواكه ضروري خصني نديرو. سو باربيز غادي نساليو بها 45 ثانيه كامله ديال باربيز، غنساليو هاد خمسه الحركات غنرتاحو نعم سيدي دقيقه وغنرجعو عاوتاني. ديك دقيقه شنو بغيت دير فيها؟ غنبغي فيها تشرب الماء، تنشف راسك، العرقتين، نقي الطابيه وزيد. المهم الخوت ما نطولش عليكم، دابا غنبداو بالتسخينات. التسخينات هما غادي نديرو جامبين جاكس، اول حاجه غنديرو جامبين جاكس. ثاني حاجه غادي نديرو تو تاتش، يعني بيدي غنهبط باليد اليسريه ونقيس رجل اليمنيه بحال هكا طاب اش، غير الطرخه ما تزيرش راسك. الحركه الثالثه غنهبط سكوات عاديا، هنا غنهبط اونجلس، غنهبط اونجلس حيت كنديرو التسخينات كل وحده من هادو غادي نديروها 30 ثانيه 30 ثانيه 30 ثانيه 30 ثانيه ثلاثه المرات ثلاثه الجولات
30 ثانية 3 جولات ما غنحبسوش من مورا غنحبسو دقيقه وندخلوا في البروغرام ديالنا اللي هو 3 جولات. انت ولا انت كنتي تلعب كنتي عداء كنتي رياضي هذا لونطريمو بنت لك انها ما كافياش ليك باش تسخسخك باش شويه نبغيك ما عاد حنا نديرو 3 وانت بغيتك دير 5 بغيتك دير حتى 10 عندك الحق طلع حتى لعند 10 سو اليوم درتي 5 شتي راسك مزيان طلعت لعند حنا في هذا البروغرام هذا ان شاء الله في البدايه البروغرام غنبداو نديرو 3 3 3 في البدايه في من بعد الحصه رقم 10 من بعد الحصه رقم 10 غنوليو نديرو 4 4 4 من بعد الحصه رقم 20 غنوليو نديرو 5 5 5 وال10 ايام وال10 الحصص الاخرين غنوليو نطلعوها حتى لعند 50 قلنا 3 5 حتى لعند 10 10 الجولات يعني كل خمسة الحركات غنديرهم مع 10 الجولات سواء دي من الحصة إن شاء الله رقم 20 غنزيد يعني باش تحس بالريتم ديالك غادي وكيطلع يعني لك كنتي كتخدم معايا دابا الخدمة هذه 3 الجولات وكتحس براسك عييتي تسخسختي راه غنوجدك 10 الحصات غنوجدك من مورا 10 الحصات غنخدمو 5 من مورا 5 20 حصة غنخدمو 10 الجولات ان شاء الله باذن الله تقدر الوقت يتزاد عندنا شي شويه ولكن نحاول نزربوا عليه وغنشدوا الخدمه ان شاء الله ونخدموها. المهم الخوت ما نطولش عليكم يلا نبداو. اول حاجه هي السخينات نبداو بجامبن جاكس. نهز جيب حداك الماء اشرب الماء كما كتشوفوا انا الماء ديما حدايا هنا غنشرب عافاكم بلا ما يقول لي شي واحد جلس وشرب راه كنجلسو نشرب غير بعد مرات ما كنديرش. والله الخوت تتوحشكم فرحان اليوم انني غنبدا معكم هذا البروغرام وغنشوفوا نتائج جديده وغنشوفوا شحال واحد تغيرات الباري ديالو. الحمد لله البروغرام اللي درنا اللي داز شفنا فيه نتائج يعني كنت انا تنقول واو يعني ما تصورش شحال كانت مزيانه. سو دابا غندوزو هذا البروغرام ان شاء الله وهذا هو السبب علاش كنت غابع عليكم هاد الايامات وما كنحطش لكم في 3 فيديوهات كل سيمانه كنحط غير فيديو لان كنت مشغول في البروغرام. اوكي انت مول الخير نخدموا الوقت يلا موجودين جيب الماء حداك جيب كل شيء حداك كمان ورم اب 30 ثانيه 30 ثانيه وغنغيرو يا بسم الله غنبداو بالجامبن جاكس ما لا مخدماش كوم هذا هو يخدم اي 3 2 1 على بركة الله يلا كوم كتحل وكتهبط بالنسبه للناس اللي كيضروا مركبيهم ما كيقدروش ينقزوا ولا الوزن ديالك ثقيل دير بحال هكا لك عندي لك الحل ديالك لا ضختي غير تبعني ما تحبش غير تبعني. هذه بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل في ركابي ما عندكش مشكل في ركابي كتطلع وتهبط بحال هكا ديما كتنفس ديما ترخى الي سويتش شرا كمان نقص ما كنقز ما والو كنحاول نقيس الرجل ديالي هنا بريد المعاكسه ونطرخا أربعة ثلاثة جوج واحد على سواش سكوات عادي غير نحركو ديك الفخاد لهنا نخدمو نزل عادي هبط حاول فاش نزل نخلي الظهر ديالي مسرح ما نهبطش بحال هكا ما نقوصوش نخليه مسرح كنطلع كنهبط كنطلع كنهبط وكنطلع كل ما كتهبط مزيان كل ما كتخدم مزيان دابا حاول ما تهبطش بزاف كاع لان بقى كتسخن كنهبط كنطلع كنهبط كنطلع 3 2 1 ار سويتش ندوزو الجوله الثانيه كما سخينه سخينه الجوله الثانيه سخينه جامب اند جاكس you
حاول تخلي يدك محلوله وما تجيبهاش قدام وجهك مورا ظهرك. تحرك رجلك مزيان وكتمشي معاها. ثلاثه جوج الي غير كم اسوان جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره 11 12 14 14 4 3 2 1 على غير سكوات كم نزال 1 2 3 لا كتعرفوا كتشوفوا الناس بزاف كيديروا يديهم مورا قرفاتهم السبب باش دير يدك مورا قرفاتك كتساعدك باش تخلي الظهر ديالك مسرح ما تنيش الظهر ديالك لان بيتي قوصي الظهر ديالك ما مزيانينش على السكوات وما مزيانينش لظهرك سويتش اخر واحد الخوت يلا كم كم اخر جوله وغنسيرو التسخينات ديالنا خدم 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 عندك معايا نص ساعة الخدمة دا السيط وغترتاح مع راسك ربعة ثلاثة جوج واحد ألف سويتش البروغرام اللي كنا درنا زاز كانت فيه 30 حصة كنا لقينا فيه شي مشاكل شوية ديال التسجيل لأنني كيما خوكم راه ماشي بروفيشنال سو كنحاول نوصل لكم الميساج أكثر من الديكور وكنت نقول حنا وزيادة سو كان طرنا شي مشكل كانت بعد مرة تقطعنا الكونيكسيون سو على داش هادشي على وداش درت لكم هذا البرنامج هذا غيكون بري ريكورد نقدر بعد مرة نكون معكم لايف مي انا معكم دابا في الكومنت علي سكوات كمو وي وي صراحة كانت النتائج هائلة كانوا داروا معايا تقريبا شي 40 واحد ولا 50 واحد ما بين الفيسبوك وتويتر واليوتيوب اللي كانوا متبعيني داك بداروا معايا البرنامج كامل يعني ما نعاودش لكم الباري ديالهم تغييرات هل ينقص 30 كيلو هل ينقص 40 هل ينقص 50 ها ارتاح ها يا خوت غير ارتاحوا دقيقه المكانه دقيقه المكانه غير ارتاحوا وغندخلوا نيشان البروغرام ديالنا كما قلت لكم اول حركه غتكون هي هذه باور جاكس من موراها غادي نكملوا الخدمه ديالنا كل قبل تقريبا قبل ما ندوز للحركه الثانيه 10 ثواني غندير لكم هنا في الصوره باش تكون انت مستعد لا لك لقيتي متبع التلفازه ولا تليفونك ولا الايباد يلا ارتاح 30 ثانيه بالراحه بقات الفرق ما بين هذا البروغرام والبروغرام اللي داز ان البروغرام اللي داز ما كنتش كنعطيكم الراحه بزاف كنا الخدمه 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 دابا كنحاول ندير لكم الراحه باش درت بحساب الناس المبتدئين بزاف يعني الا كنتي انت ادفانس يعني كنتي محترف ولا شي حاجه تقدر دير معايا نفس الخدمه ديال 10 مرات 20 مره 5 مرات كنتي يلا بادي تبعني انا بحالي بحالك يلا بديت اشربوا الماء الخوت علي 4 3 2 1 على بركه الله نغيروا الوقت ديالنا بالزربه علي موجودين ثلاثة جوج واحد ليتس جو بيبي ليتس جو اما تقاس بجوج يدين اما تقاس بيد انا كيعجبني بحال هكا كتجيب يلاه بحال هكا كنشطح حاول الرجلين ديالك يكونوا كيشوفوا على برا ما يشوفوش لداخل وكنهبط كنطلع كنهبط كنطلع بالنسبه للانسان اللي ما يقدرش ينقز ماشي مشكله عندي لك حلك غير حرجك مزيان هبط وجمعهم وطلع حل هبط وجمعهم وطلع حل هبط مزيان وجمعهم وطلع كم كم جديد خمسة أربعة ثلاثة جوج واحد على ارتاح 15 ثانية
كل ما بين جوله وجوله عندنا 15 ثانيه ارتاح. هاري الجوله الثانيه كما كتشوفوا معايا غنهبط غندير جدي مرق الفاتي على بركتي نهز ونطلع نقيس هبط نهز ونطلع نقيس هبط نهز ونطلع نقيس هبط. ما كنتيش تقدر تطلع رجلك بحال هكا ماشي مشكل، جيبهم بحال هكا قيس ركابك طلق جمح قيس رجع جمح قيس رجع، غير ما تحاولش تطلع في دقه كتجمع رجلك ومن الاولين عاد كتطلع عندها نفس العمليه هنا كنهز عاد كنطلع كنهبط كنهز كنطلع هبط كنهز كنطلع هبط هيه ووي هبط ووب ايه اوه ايه هالي سويتش هالي. الحركة الثالثة متعلقة بالتوازن متعلقة بالسكوات، حاول في اي حركة من هادو تبان دير رجلك بحال هكا لان ديك الرجل اللي جالسة هي اللي خدامة. ثلاثة جوج واحد هالي 1 2 ثلاثة واحد جوج 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 ثلاثة. حاول تمشي مسافة طويلة غير ما تلوحش تقل على ديك الرجل اللي انت كتحرك، كنلوح تقل ديما على الرجل اللي واقفة لأن هي اللي كتخدم. هالي خمسة ثلاثة ربعة جوج علي سويتش. دابا نحاول نغيرو جهة اخرى باش نديرو البالانس كي تنقولو. نرجع لكم الطابي شويه اللور باش تشوفوني مزيان. علي ثلاثة جوج واحد على بركة الله قدام جنب اللور قدام جنب اللور، غير كنقيس وكنرجح غير كنحاول نمشي نسرح رجلي مزيان ونتني هاد الركبه. كل ما كنتني الركبه ديالي الاخرى كل ما كنخدم مزيان. رجع 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 اي ووب ووب هاب. على 20 ثانيه باش تحس بالعافيه شويه. ديما كترجع رجلك لبلاصتها من هزيتيها مزيان الله يهونش مزيان الفخاد مزيان التوازن. ثلاثة جوج واحد هاي سويتش هاي. دابا غنسويتشيو البوش ابس ولا بحال الدارجة بلغة أخرى تراكسيون. بغيتك ديرها سلولي وطلع كامل، فاش كنا كنديرو 100 200 300 500 كنديرو بالزربة. دابا غنخدمو يدينا كاملة سوا هنا غنهبطو شوية ونطلع شوية هنا. حاول دير مثلا 10 مقادين نحسب نحاول نخلي الكود ديالي لداخل ما نديرش الكود ديالي على برا. شكون كنطلع كلي ما تشوفش الفوق شوف شوف لتحت ماشي بزاف شوف القدام عينيك وصافي. فلا غدير غير 10 مقادين احسن ما ديرش 100 مقادش. نفس 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 ربعة ثلاثة جوج تان غير. دابا اللي جاي في الطريق باربيز الخوت. بالنسبة للبوش ابس اسمحوا لي ما وريتكمش كيفاش فهاد الرون الثاني غنوريكم الناس اللي كتقدرش دير بوش اب غنوريكم كيفاش ديروا بوش ابس. الي هبط باربيز طلع هبط بالنسبه للناس اللي ما كتقدرش تنقز وقف بحال هكا وضرب. ما قدرتي دير حتى هذه هبط تمشى وطلع هبط تمشى طلع غير هو تاكد ان اللي هما جديك تدفعهم لتحت في الطابي. كتيس باقي ركابي ديالك مزيان ما تقلش في الوزن نقز نقز من بلاصتك على 20 ثانيه.
جوج اخر وحده. على الخوت دقيقه الراحه وندوز الجوله، الجوله رقم 3، الجوله رقم 2. هذا كامل روند واحد ساله. بالنسبه للناس بوش اب بلا ما وريتكمش، بالنسبه للبوش اب داكشي ما تقدرش بوش اب، حط ركابك بحال هكا، ما تخليش مهزوز، حط ركابك وهبط وطلع، هبط طلع، حاول لي اونج ديالك ما يكونوش طالعين بحال هكا غلط، نو خلي الباري ديالي مسرحه ونهبط ونطلع، نهبط ونطلع كاري. ها انتوما كترتاحوا وانا ما كنرتاحش، القوه بداو كديروا معنا القوه لبيك. هالي 20 ثانيه الخوت، اشرب الماء اشرب. هالي 4 3 2 1 على بركة الله باش بدينا باور جاكس. يلا كو بحال هاكا نشطح القناوي يا بابا ميمون، بحال هاكا نشطح. جمع جمع مزيان، جمع مزيان ودفع، زير ريمونج ديالك فاش توقف، بس ابي صباعي كنطلع. هاي سويتش، هاي غنجلسو نفس العملية، هز رجلك فوق طلع قيسها، 5 4 3 1، من أحسن دير يدك مورا ظهرك، ما ديرهاش تحت، ديرها مورا كتافك، هاي هز قيس، 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 هاكا نحسب، راه ما خدامش بالحساب، راه خدام بالوقت، راه غير قاعدة خايبة ديال الحساب عندي. حسيت بالكرش بدات تزير عندي، راه ولفت الحساب داكشي علاش. يلاه ندوزو، 5 4 2 3 1 على بركة الله، جو 1 2 3 1 2 3 1 2 3، بحال كنرسم واحد كنقيس كنرجع، قيس سير رجع، قيس سير رجع، 1 2 3. هاد الرجل هادي كتخدم، هاد الرجل هادي الواقفة هي اللي كتخدم دابا، كيعطيها شراحة، 20 ثانية الخوت. يلا كمل، عرفت هاد الزيرات ياس، تا أنا عندي مزيرة، تا أنا عندي تزيرات. يلا إيه هو تتوحشكم بالله، إيه 4 3 2 تايم، ما تحبش تسمع الجرس، هاذي نغيرو جهة لخرى. 15 ثانية ندوزو الجهة لخرى، 4 3 2 1 على بركة الله، جو هوب هوب هوب، وي رجل غتكون محسن من رجل، أنا مثلا عندي رجل اليسرية البالانس فيها شوية، رجل اليمنية مزيان، هاد الخدمة مزيانة للكونديشنين، مزيانة للكارديو، ومزيانة تبني بها العضلات، تبني بها المصل. 1 آخر بدا سويتش، حرك الرجل اللي حسيتي بهم مزيرو عليك، ماشي مشكل حركهم، هاديك التيكيتا كتكون عندي في
كولون ما عنديش معها صاحبي. كتبقى تبرسني. هالي جوج واحد بوش ابس كمان. هالي هنا قو وي تشو ثلاثة ربعة خمسة. بالنسبة لنا ما قدروش يهبطوا بوش ابس للتذكير حتى الركبة وكنهبط كنهبط كنهبط. حاول طلع تجو تسرح يديك مزيان كنهبط. بالنسبة للناس اللي كيقدروا كمل معايا بحال هكا على خوت. ندوزو الحركة رقم الأخيرة في الجولة الثانية اللي هي باربيز. ما تنحملهاش خاصني نديرها هكا. حسب حسب قولي شحال دير حسب. أربعة خمسة. حاول تدفع بليونج ديال قدام شوية ما تخليهمش مبنيين. عشرين ثانية كمان. خمسة واحد آخر وحدة. الجولة الثانية سالت دقيقة الراحة. الجولة الثانية سالت الخوت دقيقة الراحة وغندين مهم دقيقة الراحة وغندوزو للجولة رقم ثلاثة. كما قلت لك فاش سالي الجولة رقم ثلاثة بغيت تزيد تخدم كنتي درتي معايا البروغرام تاع اللي درنا شحال هادي وحسيتي براسك صحيتي ما ديرش معنا ثلاثة دير انت أربعة. شوف اش حنا نسالي وانت ما تساليش بقا تفرج عاود نفس الخدمة غير هي فاش تسالي دير معنا الخدمة الكرش اللي غنزيدو في الاخر ودير معنا الجباد يعني ستريتشين هو تجبد الماسل ديالك. 20 ثانيه صاحبي نتوما كترتاحوا وانا ما كنرتاحش. حاول ما تجلسش حاول فاش تعيا ما تجلسش تجلس تسالي لان الا جلستي غتعيا اكثر. سو حاول تبقى واقف بقى تحرك 10 ثواني بقى وغندوزو لجوله اخرى. ثلاثه جوج واحد على بركة الله كما هبط باور جاكس. هاد بالنسبة لهاد الخدمة الخوت أكان هادي مزيانة للبنات مزيانة للدراري مزيانة للرجال الكبار كبير صغير. رد معايا البال ضروري كنعطيك خدمتك ما كنديرش الخدمة ما قدرتيش تنقز قلت هبط بحال هكا حرج قيس رجع حرج لك قيس ارجع ادفع عليهم واش ديالك حل ارجع اش بغيتي شي حاجه اكثر من هذه كمان كمل. أربعة ثلاثة جوج واحد سويتش غير رد معايا البال ضروري كنعطيك الخدمه اللي غتخدم لك انت ماشي اي خدمه غتخدم لك. عندك مشكل في شي بلاصه ما تقلش خدم معاها زعما خدم مع ديك البلاصه اللي كضرك خدم معاها يلا نغيرو جلس جلس جلس. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. الناس اللي باغي اللي يزابدو الناس اللي باغي الكرش تراسا واخدمها. سبعة ثمانية تسعود عشرة 11 12 13 14 15 16 هالي غير 10 ثواني سكوات سكوات ديالنا
خالي جوج واحد على بركة الله. وان تو حاول دابا تمشي بالزربه شويه الا قدرتي. بوم بوم واحد جوج ثلاثه 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 20 ثانيه الخوت كما وان تو حاول تمشي بمسافه بعيده برجليك مسافه كبيره. كل ما كتمشي برجلك كبيره كل ما خصك تني هاد الرجل هادي اللي محطوطه في الارض ومزيانه كتخدمها بحال كتهز تقلع عليها. انا راه ما كنهزش شي حديد. اكثر حاجه في الحديد اللي كنهز هي تقريبا 20 كيلو ما كاملش 20 كيلو. الي غير كاع الخدمه كتشوفوني فاش كنهز الحديد ما كنهزش 20 كيلو قل من 20 كيلو. كنهزش الحديد ثقيل لانه مزيان وما مزيانش. الي غير go 1 2 3 1 واحد جوج ثلاثة واحد جوج ثلاثة واحد جوج ثلاثة 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
3 1 2 3 باك مشى سباته 1 2 3 خصك تخلق السعاده مع التوني وقات كمان ارتاح خصك تخلق السعاده من اي حاجه. انا دابا ضروني رجلي كنحاول نقول شي حاجه اللي تخليني نضحك. علي خمسة ثواني الخوت، انا لا كنتي كدير شي حاجه وانت ما ضحكش، غير كويتي ديك الحاجه ما ديرهاش. بوش ابس كما كو وان وي او شو 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 يا بام 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 ثواني كما علي اخر وحده باربيز سالينا الخدمه ديالنا. جوج واحد ثلاثه جو تين 15 ثانية وي خمسة ثواني آخر وحدة. تبارك الله عليكم نفس الوقت. تبارك الله عليكم اخوتي، ما عندي ما نسالكم هالبوجر ديالكم. دابا الناس اللي كتسولني على خدمة الكرش اجي نجلسوا نخدموها، ولكن عندي لكم بروغرام تي ديال الكرش. كيفاش غنديروا هذا البروغرام؟ اننا اللي كيخدم معايا واللي كيتريني معايا كيعرفني علاش كنهضر. سول الكرش ما خدمكنش، انت ما عمرك خدمتي الكرش، ما عمرك كانوا عندك لي زابدو وغتخدم الكرش كامله في دقه. من الاحسن الا بغيتي يكون عندك لي زابدو تركز على جوج الفوقانيين وعاد تخدم التحتانيين. التحتانيين علاش؟ لان الماكله تما كتجلس واش كتنعس، وكرشك تبقى تخدم الماكله كتخدمها لتحت. داك الميسكل كيبقى ديما خفيف ما كيكونش قاسع، هذا الميسكل هذا ساهل باش تخدم. سو غادي نشعلو فيه العافيه، ديما غنخدمو هذا اكثر من هذه. هذه نصيحه لك انت، فاش بغيتي تخدم خدم هذا اكثر من هذا. كيفاش تخدم هذا بوحدو؟ يعني فاش تجلس ودير السيرابس مع ما تطلع كلك
نطلع غير نص وندفع راسي لتحت. هي اللي غنديروا اليوم. كيفاش غنديروا لاخ؟ اليوم غنديروا 50 منها، غنجلس وغنخدم بحال هكا. شي كنهز الكتاف ديالي وكنرجع نستعمل يدي هنا يدي هنا، ماشي مشكل. غنديروا منها 50، غنساليو، غندير واحد الحاجه سميتها راشن تويس، هي التدويره ديال روسيا. التدويره ديال روسيا هي بحال هكا، اما تخلي رجلك محطوطه في الارض وتهز يديك وتحطهم دور، كدور الكتف ديالك حتى يدور بحال هكا. هانتو صافي، هنا كندور كندور. هذه كتخدم رجلي بالارض. بالنسبه لك كنتي مبتدئ، كنتي كتريني، خصك ديرها بحال هكا. كنتي مشات تريني دائما تهز رجليك وتخدمها، واحد جوج، يعني لي من اليسار واحد، لي من نديرو 25. مع المده ان شاء الله غنوليو نديرو 100 سيرابس و 50 ديال الراشن تويست. متفقين ياك؟ دابا غنديرو 100 سيرابس نيشان، ما كاينش الحبس. علي على بركه الله، موجودين؟ غنديرو 50، يلا 1 2 3 ليتس جو. واحد جوج ثلاثه اربعه خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة. ما طلعش كلك، لا حسيتي بعنقك تضرك عادي، عنقك ضعيف خصو يصحاح. تسعود عشرة واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرين. تبارك الله عليكم. هاني دابا غنحاولوا ندورو الجيم. أنا غنديرو معاكم بجوج باش تردو ليهم البال. غندير لكم عشرة برجلي محطوطين و15 برجلين مهزوزين وتجربوهم بجوج. يعني الا كنتي انت كتريني بحالي، انا كتشوفني كنتريني يوميا، كنتي رياضي كتخدم الكرش من قبل، هز رجلك الفوق، حاول تشد التوازن ديالك، كتخدم كثر. ما كنتيش راه بحال نفس الخدمه، خلي رجلك محطوطين. يلا على بركه الله، يديك هنا، الكتف ديالي كيدور وكنهز بحال باغي نهز شي حاجه من ورايا، بحال باغي نهز شي حاجه من ورايا. علي موجود؟ واحد جوج ثلاثه على بركه الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 أو طلعش على هز. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة 11 12 13 14 15 درنا 27، ماشي مشكل. لا راه خصني نزيد لكم شي شويه. على الخوت تبارك الله عليكم، كانت هذه هي الحصه ديالنا. دابا غنديروا شويه جباد، نجبدوا راسنا واحد شويه. غنبغيك تحرج بحال هكا، حرج ليك وحاول تمشي عندها بشويه، حاول تقيس، ما قدرتيش يش تقيس غير حاول، حاول معاها شي شويه. يلا ضروري خصو نجبدو. المشكل فاش كنديرو انا الخوت، كنتريني تقريبا ما بين 14 عام و 17 عام، ما كنتش كنجبد. مؤخرا في 3 سنين الاخرى ولا خصني نمشي ندير ثيرابي، خصني نمشي نتهلا في الماسل ديالي، لان الماسل ديالي تزير. قوت لونطريمون كل نهار وما كنتهلاش فيه، ما كنجبدوش. هادي تهليه في الميسكل ديالك. حاول تنفس، علي شد يديك وحاول تدور الفوق وشوف موراك، حاول تشوف الجهة الأخرى. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، علي غيرت الجهة الأخرى. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، دابا جمع رجليك بجوج، نحاول نهز رجل اليمين نجيبها لهنا ونجبد في خادي من اللور، نهز اليد اليسر نديرها مورا ركبتي وندفع. رد البال ماشي هكا، رجل اليمين لهاد الجهة، اليد اليسر هنا تندفع. كنجبد هاد البلاصة هادي، واحد هاد البلاصة هادي اللي كنجبد. جوج ثلاثة
أربعة خمسة. ما عمرك تفرسي على راسك فاش كنت تجيب بدالي غير رجل اليسار نهزها الفوق نهزها ونحطها الجهة الأخرى اليد لي من هنا وندفع يلا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة علي ردا بلاصة طلق علي نحاول نقيس بالكتس الصدر ديالي الركبة ما غتقدرش ما غتقدرش ولكني غير حاول ما تنيش القوة الشدر إلا قوة صدرك ما غتديرهاش نحاول نقيس بالصدر ديالي بحال هكا هابط هانتو شوفوني من جنب أنا حاول ما غتقدرش لأن أنا خليت ظهرك بسرعة خاصك تقوي ظهرك باش توصل سو أنا كنحاول نخلي ظهري مسرح ونهبط ما يمكنش راك دابا غنحسب واحد جوج ثلاثة وغنطيح تما قوي ظهرك وطيح شد رجليك ما قدرتيش غير حاول والله إلا كنقول لكم ديما صعيبة غالب دي علي دور في الجهة الأخرى خلي رجلك مسرحة في الأرض نشوف السقف نجيب يدي حدا لي هونش ديالي لتحت حدا الهبس ديالي ونشوف السقف كنت نقول لكم ديما والله الا راه صعيبه غالب ديا صعيبه هو باش تبدا اما فاش تسالي وتبدا وتسالي كتحس براسك مزيان علي نوقف على صباعي ندفع بلي هونش ديالي للسقف ما نحاولش نوقف بحال هكا غندفع بلي هونش ديالي للسقف غنجبد الماء مزيان نخشي راسي ما بين يدي نجبد راني نعاود نفس العركه اجين هبط علي نفس العمليه قف على صباعك ندفع بالهونج ديالي علي من تما الخوت غنتمشى بشويه كنتمشى بشويه 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 ونهبط واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانية تسعود عشرة ونهز الفوق هذي هبط عاود طول حدكم عاود عاود اوي اوري اخوت تبارك الله عليكم كانت هذه هي الحصة ديالنا ديال اليوم بليز كنتي جديد معنا أول مرة غدير معنا هذا البروغرام جديد ما درتيش معايا البروغرام اللي داز ما عمرك هنا تنقول لكم البروغرام اللي داز داروه معايا الناس هل ينقص 15 كيلو هل ينقص 20 كيلو هل ما نقصش الوزن غير ولا عنده غير المصل في الذات ديالو هل ما نقص حتى حاجة غير ولا كيحس براسو الرشاقة باقي كيترين لحد الآن سو هذا البرنامج درته باش نشجعكم ونشجع ناس أخرين كما قلت لكم هذا البرنامج ما غيبقاش ديما في يوتيوب غيبقى 3 شهور في يوتيوب يعني غنسالو البروغرام ديالنا شهرين ونص غيبقى موراها جوج سيمانات من موراها غنحيدو وغنديرو ممبرشيب بوحدو واحد الحاجه خوت لكتي جديد معايا عندك شي سؤال بليز خلي ليا في الكومنت انا دابا انت كتخدم وانا كنتفرج فيك خلي ليا في الكومنت انا غنجاوب فاتك هذا البروغرام سير لكتي مثلا اليوم خدام ما كتجيش مع الستة ما جاكش الوقت مناسب باش تخدمو جي من الخدمه ديالك وديرو ما تعقش انا معاك انا دابا كنهضر معاك انا كنشوفك انا هو المدرب ديالك انت خدم وتتسمع ليا غير انا ديرني في التلفازه وخدم هادشي اللي خاصك ما خاصك حتى شي حاجه ما بغيتيش تمشي لاصال خايف من الكورونا خايف من الفيروس كنعرفناك جلس في الدار وخدم انا جبت الخدمه اللي عندك في الدار كيما عرقت انا حتى انت غتعرق كيما عرقت انا حتى انت غتعرق انا رياضي كنتريني كل نهار وهاد الخدمه هادي كتزيرني بالنسبه لواحد الحاجه كنأكد عليها الا جاتك هاد الخدمه ان الخوت بالنسبه للناس اللي رياضيين كيترينيو ديما بانت كتخدمه خفيفه سهله غادي ديرها خمسه الجولات ما عاد واش نديرها انا ثلاثه ديرها انت خمسه وسير دير الرياضه ديالك اخرى لاخرى غير تاكد فاش تسالي دير معنا لي زابو ودير معنا ستريتشين لان ان شاء الله من موراها 30 يوم غنشوف نتائج من عندكم نتوما صحابي وخوتي جداد غنشوف نتائج من عندكم جديده بلاس بغيتي تدعم القناه كاينه واحد الحاجه سميتها بلاس في الفيديو بغيتي تدعم القناه دعمها باي حاجه لا قدرتي ما قدرتيش ماشي مشكل دعمها بارطاجي الفيديو شارك الفيديو مع صحابك اللي معكازه ما كيقدروش يترينيو اللي كيعطوك ديما السبه بغينا مع من ترينيو وانا اخوكم من هنا درت لكم هادشي على ودكم باش نتريني بكم وترينو بيا يلا الخوت ما نساش خلي لي الكومنت ديالك قول لي الراي ديالك واحد الحاجه اخرى خد التليفون بحال هكا بحال هكا نعم سيدي وغنمشي للانستغرام
وغادي نصور راسي بحال هكا. خويا امين تبارك الله عليك بالصحه والراحه، الحصه دازت مزيانه، ينعل التنس. يلا الخوت تبارك الله عليكم، بيس الله والله الا كنحبكم بالله، تبارك الله عليكم، بيس الله، نشوفكم في حصه.